السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة على قناتكم قناة عبد الرحيم ألوكان. إن شاء الله في هذه الحلقة سنحاول الإجابة على أحد الأسئلة حول بايثون. عندما تريد أن تحمل مكتبة من مكتبات بايثون، يعني ليس المكتبات التي يعني integrated يعني with Python، يعني مكتبة مندمجة مع Python. عندما تحمل Python فإن Python تكون معها مكتبات ستوندار، يعني عادية وتكون مندمجة في Python. So عندما تريد تحميل مكتبة أخرى يعني لا توجد في Python، يعني لا توجد، عندما حملت Python ليست معها، طيب، ويعني تبحث وترى أن الطريقة الاعتيادية لتحميل أي مكتبة في بايثون هي كتابة pip install ونكتب اسم المكتبة، مثلا selenium، هذه اسم المكتبة، يعني نكتبها في التيرمينال. وتتفاجأ أنك عندما تكتب pip install selenium يعني لا تضبط معك، يعطيك خطأ، مثلا يعطيك pip يعني خطأ ما، يعني كيفما كان هذا الخطأ. هنا إن شاء الله في هذه الحلقة سنحاول حل هذا المشكل، وإن شاء الله ستستفيدون من هذه الحلقة. صراحة في بداية عندما أردت أن أحمل مكتبات يعني خارج بايثون أو يعني مكتبات غير مندمجة في بايثون، يعني واجهت هذا المشكل. عندما أكتب pip install واسم الباكج أو المكتبة يعني يعطيني خطأ، يعني يعطيني مثلا pip selenium is not organized، يعني pip أو شيء من هذا القبيل. طيب، لحل هذا المشكل ما علينا إلا فقط تتبع هذه الخطوات التي سأريكم الآن، وإن شاء الله سيحل المشكل. طيب، لحل هذا المشكل نذهب فقط إلى الفايل، ونذهب إلى this PC، ونضغط على right click، ونضغط على property. كما ترون هنا هذه هي النافذة، ونذهب هنا ونضغط على advanced system setting، نضغط عليها ونذهب إلى Advanced ونضغط على Environment Variables، نضغط عليها ثم نذهب إلى Path كما ترون هنا ونضغط على Edit، وبعدها مباشرة نفتح نافذة أخرى ونذهب إلى Local Disk C حسب يعني اسم يعني الديسك الذي تتوفرون عليه، غالبا سي. نذهب إلى users، نذهب إلى programmation، طبعا هذا يعني اسم، هذا الاسم يعني حسب الاسم الذي يعني تتوفرون عليه، يمكن أن يكون اسم آخر. نضغط على programmation، نذهب هنا إلى app data، مباشرة نذهب إلى local، وهنا مباشرة نذهب إلى programs، وسترون هنا بايثون، نضغط على بايثون. هنا طبعا أنا لدي بايثون 3.9 and 3.8، نضغط على 3.9، هنا سترون يعني جميع ملفات بايثون. ماذا سنفعل الآن هي أننا سنذهب إلى هذا المسار ونفعل له copy، نفعل copy لهذا المسار، Ctrl C، ونذهب إلى هنا ثم نضغط على new ونفعل paste لهذا المسار. طبعا أنا فعلتها سابقا كما ترون هنا نفس الشيء. بعدما تفعلون paste لهذا المسار نفعل مرة أخرى new، ونذهب الآن إلى script ونقوم أيضا ب يعني نسخ هذا المسار ولصقه هنا كما ترون. وهذا كل شيء إخواني مشاهدينا، وستحل معكم المشكلة. طيب، فقط ثم نضغط على أوكي
نغلق ثم نغلق. والآن مثلا نريد تحميل أي مكتبة، سنريكم طريقة، إما أنكم تحملونها يعني من خلال VS Code. كيف تحميلها؟ نضغط مثلا على Terminal New Terminal، وهنا نكتب يعني الطريقة الاعتيادية والطريقة المعتادة pip install مثلا هذه install ومثلا نحمل هذه المكتبة Ctrl V كما ترون. هذه هي المكتبة، أي مكتبة تريدونها، فقط pip install وهنا packages يعني اسم المكتبة التي تريدون تحميلها، ومباشرة نضغط على Enter. لا تضغط على Run، اضغط على Enter، وسترون إخوان المشاهدين أن يعني المكتبة ستتحمل تلقائيا. ننتظر قليلا. هنا كما ترون المكتبة Downloading، هنا لا نريد هذه المكتبة، Ctrl C لإلغاء التحميل. طيب لتحميلها يعني من خلال الكونسول، نذهب فقط إلى هنا ونكتب CMD مباشرة، نضغط هنا على CMD ونكتب الأمر التالي. طبعا نكتب نفس الشيء، نكتب pip install ونكتب اسم المكتبة Ctrl V. هنا كما ترون نفس المكتبة، وسيتم تحميل المكتبة تلقائيا كما سنرى الآن. طبعا ننتظر فقط كي يتم يعني التعرف على المكتبة، ومباشرة سيتم تحميل هذه المكتبة. كما ترون هذه هي المكتبة وحجمها 1 ميجا. Ctrl V Ctrl C لكي يعني إلغاء التحميل. إذن هذه هي إخواني مشاهدي الخطوات لحل هذا المشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم أخوكم عبد الرحيم في قناة عبد الرحيم الوكالي.